احتفاء بالذكرى 60 لتأسيس الأمن الوطني الجزائري، نظمت محافظة أمن ولاية مستغانم حفلا مميزا بقاعة ريما بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي، حيث تم خلال هذا الحفل ترقية عدة إطارات أمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نظم اليوم أمن ولاية مستغانم احتفالية بمناسبة عيد الشرطة 2022 بقاعة ريما دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمستغانم، حضرتها كل من السلطات المدنية العسكرية والقضائية وكذلك من كل أطياف المجتمع المستغانمي. الاحتفالية تم خلالها تقليد الرتب لموظفي الشرطة الحائزين على الرتب الأعلى، كما تم تكريم متقاعدي الأمن الوطني، بالإضافة إلى تكريم بعض الرياضيين الفائزين في البطولات المحلية الوطنية وكذا الدولية. نتقدم بالشكر الخالص السيد المدير العام للأمن الوطني وعلى رأسها السيد رئيس أمن ولاية مستغانم، كما نشكر كل من وضع فينا الثقة للترقية إلى رتبة أعلى، ونهنئ جميع الزملاء والزميلات للترقية إلى رتبة أعلى أخرى. نشكر المسؤولين تبعنا اللي داروا فينا الثقة ورقاونا بالمناسبة، ونقول لكل الأعوان كل المسؤولين عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.